خليني ندوي خليني ندوي راه دابا انت اصلا باقي ما قلتي حتى شي حاجه ما كون قلتي شي حاجه مفيده نقدر نخليك تهضر واخا واخا ولكن بلاتي نشرح لك واخا خليني ندوي خليني ندوي هضرتي على جاستين بيبر انا حكيت لك دوي خليني نهضر خليني نهضر قال لك داير على خوها فاش كنحط جاستين بيبر ديك الساعه ما كانش واجب بغا واحد تسنتي علاش مت جاستين بيبر دارت لها جيم سيري لا كومنت باش حطيت في تويتر هذاك البوست اش قال لها جاستين بيبر بلوكا واش حكيتي واش حكيتي دابا ما شفتي ولا ما تسنتي ليا ودابا باش تسنت لي في 2014 في 2014 كنت ديري حتى دوزي الباك يعني كاع ما كتبتي على هادشي واخا انا راه كنجي كطريام ديك الساعه ما خليني ندوي راه دابا حتى الان مازال ما قلتي حتى شي كلمه مفيده خليني نهضر وما قلتي دابا حتى شي حاجه واخا يلا وادوي يلا وادوي شكون قاسي ما كانت الحسنه ديالي ها هي L'éducation, en effet, est indispensable pour trouver un travail qui permet de vivre dignement. يا ايتها الجاريه القاصعه يا سيدي القاضي لا راه كنلقى لا راه انا لا هي اللي قاضيه ماشي انت ماشي انا اجي انت بلاصتي اجي دابا انت فاش غتجلسي حداه بتقولي له يا سيدي القاضي وانا بغيت نقول لها يا ايتها الجاريه القاصعه صافي يلا وانت غادي تجاوبها صافي يلا صافي سيري انت بلاصتها سيري يلا انا نشوف فيكم يا ايتها الجاريه القاصعه يا سيدي القاضي من اين لك هذا جئت الان ومعي رساله من مدينتي اش مدينة؟ لا بتقولي لها مريم من مدينة الصويرة صافي بقى عاود وانت اش بتقول؟ انا بغيت نقول لها من اين لك هذا السمك؟ يلا عاودي يلا عاودي عاودي يا ايتها الجارية القاصعة من اين لك هذا؟ جئت الان من مدينة الصويرة ولدي اسماك عديدة درجي سلافتك واذهبي الى حال زبائنك شكرا يا مولاي اعطني كأسا من الحليب لا 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 ماشي هكاك انا شكي هاديك ولكن هو فاش بيقول لي هو حسنا بتمشينا في حالتي يلا نعاودها نعاودها